اقدر اجاوبك. الرسالة كانت صامتة ولكن وضحت سرها الحين. قصة الشيخ سعدون العواجي. تفضل. طيب الله حظك. الشيخ سعدون العواجي امير من امراء نزه. يا سلام. ورجال الله ربنا وربه. وتزوج من سوريا. وتزوج من سوريا وخلف له من السورية ولدين عقاب وحجاب. يا سلام. فقال اسمعي يا حرمة العيال ذالا خذها إيه؟ لا يعترفون بي ولا عرفهم. خذ المدخنة. سلام. خذها جم تربى على الرجل. العيال ذولا لا يعرفوني ولا يدرون من انا، وانت ترى ايش طالقن بالثلاث الحارمه. اعوذ بالله من غضب. قالت قال هو ليش سوى كذا؟ هو شيخ ربعه ولا رجع الربعه يقولون وراه ما تزوج من القبيله بنات القبيله يتمنن مسيره على القاع. فرجع وتزوج بوحدة من ربعه. وخلف له اولاد لكن الاولاد ما هو باللي تبي. عليك شكرا. الاولاد دمحك. كبر في السن وصل عمره 95 سنه. انا اتكلم حسب الروايه اللي تجيني. اما كان لها روايات اخرى فلا اعلم. جميل. كرمت. المهم طمع فيه واحد من ربعه اسمه شامخ. طمع في الاماره. وفالشيخة وجمع الربع قال اسمعوا سعدون معاد هو بالشيخ ولا عاد هو بالأمير مرة مرة. أنا الأمير أنا وأنا الشيخ أنا وهو تعالوا معي أوريكم وش بسوي فيه. وهم يروحون لين بيت الشيخة اللي فيه الشيخ سعدون ولا الضو مشعوبته والبيت مبني. قام أنت يا شامخ على الضو وطفها. أفا. وقم على عمدان البيت وهدها. لا والله ان البيت طاح على راس سعدون. قال اسمع يا سعدون ترى الامارة ما عاد هابلك والشيخة ما عاد هابلك. انا الشيخ وانا الامير انا. فانتخى سعدون بولده ذا اللي عنده. قال اقول انا مالي دخل. تبغى شيختك روح طردها اما انا خلني اسلم. فكني شرك. تبغى نارك شبا تبغى بيت مع السلامة أنا ماشي ماشي الولد. إيه فأنقهر أنت يا الشيخ سعدون وعاش في غبن وهم 3 سنين ويجيه واحد يدري إنهم تزوجن بوحدة من سوريا ويدرين عنده ولدين. قال اسمع يا سعدون أنت تبي شيختك؟ قال لي بالله. قال تبي يا مارتك؟ قال لي بالله. زليت لكم. قال لها شامخ قال له الشيخ سعدون ابلك اللي تورد اول البل ترجع اخر البل. فقال له ذا اللي يدري قال تبي امارت؟ قالي. قال تبي شيخت؟ قالي. قال ها ترى عندك ولدين ياكلون راس الحيه. قد نساهم. قال من؟ قال عقاب وحجاب. طالع لهم صيت ان كل واحد له شنبات يقف عليها الصقر وله صدر انت عجز فيه البندق. ولين شامخ قد سمع بهم ولكن مو بمصدق وسامع باوصافهم. المهم قال انت يا ذا اللي يدري ان سعدون متزوج من سوريا قال ارسل لهم رسال. ويجونك عجلين. قال قصير. من ارسلها معه؟ قال انا 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 مرسولك انا. فقال يراكب من عندنا فوق مهذاب. يراكب من عندنا فوق مهذاب مامون قطع الفيافي لينويت. عند الفضيله عد يومين بحساب. اول قراهم قول يا ضيف حييت. حر صغير وتو ما شق له ناب وعند القرا ودع رجال لهم صيف. وليا ركبته ضربه خلى الاجناب
وانحر النجم الجدي وان كان مديت وسلم وسلم لي على عقاب وحجاب سلم على مظنون عيني لي الفيت بالحال خص عقاب فكاك الانشاب ينجيك كان انك عن الحق عديد بالحال خص عقاب فكاك الانشاب ينجيك كان انك عن الحق عديد قل له ترى شامخ شمخ عقب ما شاب ويعقاب والله ذللوني وذليت ويعقاب حدوني على غير ما طاب وقالوا تودر من ورا الموت عديت ويعقاب حدوني على غير ما طاب وقالوا تودر من ورا الماء وتعديت من عقب ماني سترهم عند الاجناب واليابلتهم قالت ما تتقيت مدام شامخ مالك جرد الارقاب لو زين الفنجال لي ما تقهويت يا عقاب حط بذومة القلب مرعاب من العام في نوم العرب ما تهنيت الجفن عن نوم الملا فيه نتاب وعد الطعام مدوسن به حلاتيت عقب المعزة صرت يا عقاب مرعاب والناس حيين وانا عقبكم ميت من الضيم يا عقاب السر بعارضي شاب وذويت من كثر العناء واستخفيت فاتن 3 سنين والنوم ما طاب وشكواي من صدري عبارة وتناهيت البيت ما يبنى بلا عمد واطناب متى يجينا عقاب يبني لنا البيت ما لي جدا الا عضت البهم بالناب وراعيت كثر الحيف بالعين وغطيت ارجي بشير الخير مع كل هباب متى يجون اخوان نمشه على الصيد وصلت القصيده لعيال طبعا امهم قد علمتهم قالت ترى ابوكم الشيخ فلان ابن فلان ال فلان سعدون العواجي العنزي ولكن أبوكم ما يبي يشوفكم نهائيا من يومهم في سن الرجال ذا وهو أمهم معطيتهم علومة كلها في يوم وصلت القصيدة لعيالها المسيرة اللي بين ديرتهم ودير أبوهم يومين بالخيل وهم يقطعونها في يوم صراحوا اغبشوا فجر ولا دناهم الغرب طال عمرك سلام هل لقدهم في طرف دير تبوه يا سلام الله الله فقال عقاب الحجاب يحجاب قال قال مر حنية وندخل الديرة نهار قال تم ما به نوم ما عندهم نوم لكن يبون يدخلون في السفر عزله وجلسوا ذاك الليل يبون يا ليل اخلص يا ليل اخلص اسفر النور لو والله انذيك البل الطيبة اخر البل فعرف عقاب انها ابل ابوه قال يا حجاب روح ابن البيت وشب النار وبشر ابوي ان جينا وانا اروح اورد البل على الماء وراح انت يا عقاب وقال للراعي ورد البل على الماء قال انا يذبحني شامخ قال اقول ورد البل على الماء ورد البل على الماء فدرى ان الرجال ما في راسها جابه مره المهم وردها على الملول هنذا شامخ جاي بعصاه يبي يضرب الراعي يا منه اقبل والله انه يشوف ذا الرجال اللي قد سمع بوصافه وسمع انه من عوال سعدون وهالشنبات وهالصدر في يوم شافه حط رجله وطمره في القليب والله الله الخوف مليح من خاف الخوف 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 العنب الخوف قال يوم طمر في القليب فجاء عقاب قال اظهر 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 يا شامخ قال لا بالله انا ما اظهر انا قبري في القليب قال اظهر قال تحطني في وجهك قال لا والله تخشي البعيد ما انت في وجهي انت في وجه سعدون انا عفى عنك سعدون فانا ما ببي منك شيء وما عفى عنك فترى مالك عندي الا السيف لمح لا والله ان هذا سعدون وحجاب جاي جايبه حجابي بيوريه بله ويترد على الماء يوم اقبله لا والله ان ذا عقاب على فم القليب فقام عقاب وسلم على ابوه قال خصمك في القليب انت بينا دفنه محله دفناه محله وانت بينا تعافي عنه فانت ابوها وسمها فعاين فيه قال اظهر اظهر يا شامخ قال تحطني في وجهك يا سعدون قال انت في وجهي يطلع وهو يطلع ويقومون الوليمة هاك الليلة في بيت الشيخ سعدون يا سلام ويوم تعشوا الرياجيل واخلصوا قال الشيخ سعدون اسمع يا شامخ سويت بي اللي ما يتسوى في ابن العم لابن عمه ولكن تراك تظل ابن عم والظفر ما يظهر من اللحم
واليوم انا عفيت عنك ولا منك شيء. الله وجه الله الله. هذه قصه الشيخ سعدون الرواد وسلام. ما شاء الله تبارك الله. جميل اعجبني ادائك يا ابو ملفي. الله يطول عمرك وحماسك و... ما شاء الله تبارك الله. نقلتنا من هنا الى الديار الشماليه. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تبارك الله. هيا ابو عبد الله. الله يرضى عليك.